سلم البراك كمنسق عام لائتلاف المعارضة، البعض يرى بأن ما قدمتموه أو كل الأسئلة اللي طرحت ذاك الوقت كان أهمها الآليات، أين الآليات؟ ما طرح إنما هو لا يعد أن يكون أحلام أمنيات. هل تبيعون الوهم للناس يا أبو حمود؟ أبو سلمان، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنت قبل أسبوع التقيت مع ثلاثة من الفرسان، من فرسان المكتب السياسي لائتلاف المعارضة، وأنا اللي أدركه وأعرفه تماما مثل ما تعاملت مع هذا المكتب السياسي أنهم فرسان وأصحاب عطاء وأصحاب مبدأ. أنا شخصيا كمنسق عام أعتبر نفسي أقلهم عطاء، وبالتالي أولا خلني أقول لك أن الائتلاف قدم المشروع بعد سنة كاملة، والآن أقول لك إياها الآن وأنا بكلمك في الجانب السياسي، لأن أنا أعتقد أن الأخوة قد أسهبوا في الجانب الفني وقطوه، لكن أنا بقول لك بأن هذا المشروع اللي قدم للناس ولأول مرة يقدم مشروع سياسي إصلاحي كامل يقدم للأمة. سبق أن قدمت بعض المشاريع الجزئية للنخب السياسية، لكن اليوم الأمر مختلف، وبالتالي احنا أيضا لا نملك الحقيقة كاملة ولا نملك أن نقصي أحد، بل سنستمع لكل الآراء ووجهات النظر، حتى النقد سنرحب فيه. احنا اليوم أدخلنا هذا المشروع إلى إطار المناقشة المجتمعية، هذه الخطوة الأولى. نعم، وفتحنا كل الأبواب والنوافذ، وثق بالله سنكون جاهزين ومستعدين إلى أن نستمع للنقد قبل الإشادة وإلى الملاحظات قبل المدح. جميل، هذا الكلام جميل أبو حمود، لكن تعالي على الآلية. الناس يقولون ما في آلية إلا عبر مجلس الأمة، عبر توافق الإرادتين كما ورد في الدستور. جاوبني على هذه الجزئية أبو سلمان. أولا أنا أقول مع احترام وتقدير اللي يقول هذا الكلام، ترى ما في مشروع سياسي فيه آليات، المشروع السياسي فيه أهداف ومبادئ اللي أنا جايك عليها وأحب أوضحها للناس، إنما الآليات بمدى قدرتك على أنك توصل هذا المشروع ويوصل إلى قناعات الناس تأتي الآليات. أنا بعطيك مثال بسيط وحنا مرحلة مرينا فيها وأنت ويانا، لما بدأ الحراك الشعبي والقوى الشبابية وكان هناك شيء اسمه مجلس الأمة، وكان النواب من 7 إلى 13 إلى 22 ضد ناصر المحمد، وكنا نسعى إلى سقوط حكومة الفساد ومجلس القبيضة، ما قدرنا لين خلقنا حالة الالتحام بين المجلس والقوى الشبابية والحراك الشعبي، ولكن وصلنا في مرحلة من المراحل أن الناس وصلت إلى مرحلة الملل. إلى متى؟ كان يقال بعض المتحدثين ما يلامون، كانوا يقولون هذا الكلام من على منصة الخطابة، إلى أن أتى هذا الأمر. ما في آليات ولا يمكن أن يكون في آليات، إنما قناعة الناس هي التي صنعت وستصنع الآليات في المشروع، إلى أن وصلنا إلى حالة قلبت المشهد وليست آلية، وهو دخول مجلس الأمة. استطعنا أن نوصل رسالة بأن الأمة قادرة، حتى إن اعتقدتم أنها ضعيفة، أنها تستطيع أن تقلب المشهد، وهذا ما تم. بعد أن احتشدت الناس وصلت 100,000 في ساحة الإرادة، اقتنعت السلطة أن هناك أمة لا تقبل في الفساد ولا تقبل بوجود اللصوص، فصدر قرار حل مجلس الأمة واستقالة مجلس قبيضة. احنا سمو الأمير قال لو ناصر محمد يقدمنا الاستقالة ما راح نقبلها، وبعد 4 أيام نادوا ناصر محمد قالوا له قدم استقالتك وحلوا مجلس القبيضة. لو تحركنا هذاك اليوم وقلنا لا يمكن نتحرك في هذه القضية وسقوط الحكومة وحل المجلس إذا ما كان عندنا آليات، والله لن يتحقق لنا شيء، إنما قناعات تولدت في هذا المشروع. الأمر مختلف. أنا أقول لك، تقول لي
وين المسار؟ آليات، لا يوجد مشروع يضع آليات، قناعات الناس هي من تصنع الآليات، إنما ما يقدم للناس هو الأهداف والمبادئ. تعول عليهم في الشارع الميدان، نعول على الشارع الميداني ونعور على توضيح، وهذا دور مهم للمعارضة والقوى الشبابية وائتلاف المعارضة، مهم جدا أن نوضح لهم شلون طبيعة المسار بالنسبة لنا، ولا في نهاية الأمر الناس هم اللي يعلمون، احنا جربنا هذا الأمر، وشيء بدون الناس لا يمكن يتم. احنا لا ندعو للفوضى ولا ندعو للتدمير ولا للتخريب، ونعتقد أن أي حراك إذ لم يكن سلمي لن يحقق أهدافه. وبالتالي أنا أمامي الآن، يعني الائتلاف انطلق يا أبو سلمان من رؤية، المشروع المشروع أي نعم، رؤية واضحة ولا فيها لبس، وهو استحالة بقاء الحال اللي تعيشه الكويت اليوم، ويجب أن ننتقل إلى الحالة اللي تستحقها الكويت ويستحقها الشعب الكويتي. وقف لي باخذها واحدة واحدة.